بسم الله الرحمن الرحيم. نحل يا رابع مع بعض تمارين درس جمع الأعداد. هدول التمارين موجودين صفحة 30 في الكتاب الأساسي. راح نحل الأسئلة يا رابع على دفترنا. نبلش بحل السؤال الخامس صفحة 30. بلغت أرباح إحدى الشركات الكبرى، تعالوا نقرأ هذا الرقم، خليني أجزئ الرقم، 357,419 دينار خلال أحد الأعوام، وخليني أجزئ الرقم عشان أقرأ بسهولة، 395,830 دينار خلال العام التالي. فكم دينار بلغت أرباح الشركة في العامين؟ بدي أشوف في العامين قديش طلعت أرباح هاي الشركة، فأكيد أنا هنا راح أجمع العددين. تجمع العدد الأول اللي هو 357,419 زائد العدد الثاني 395,830. بنحط الأحاد تحت الأحاد، عشرات تحت العشرات، مئات تحت المئات، أحد ألوف تحت أحد ألوف، وعشرات الألوف تحت عشرات الألوف، ومئات الألوف تحت مئات الألوف. لازم دائما انتبه يا رابع على الاشاره اللي عندي اشاره جمع انا، فانا راح اجمع الرقمين وراح يطلع عندي جمع بالحمل، يعني راح يكون فوق في ارقام. طيب 9 زائد 0 9، ببلش بمنزلة الاحد، 1 زائد 3 4، خلصنا من العشرة، 4 زائد 8 12، 2 بنزلها والواحد بدها تكون فوق منزلة أحد الألوف، 1 زائد 7 8، 8 زائد 5 13، 8 زائد 5 13، 3 وباليد 1، 1 زائد 5 6، 6 زائد 9 يساوي 15، 5 وباليد 1، 1 زائد 3 أربعة، أربعة زائد ثلاثة سبعة. إذن بلغت الأرباح الشركة في العامين، خلينا نكتب تحت، بلغت أرباح الشركة في العامين 753,249 إيش دينار. ننتقل للسؤال اللي وراه اللي هو سؤال رقم 6. سؤال 6 شوفوا شو حكالي. تبلغ مساحة الأردن، خلينا نقرأ الرقم، 89,000، جزء الرقم 89,213، وسوريا كيلومتر، عفوا هاي كيلومتر، كيلومتر مربع، هاي رمز المساحة كيلومتر مربع، وسوريا نجزئ الرقم 185,180 كيلومتر مربع، والعراق خليني برضو أجزئ الرقم 473,072 كيلومتر مربع. الكيلومتر مربع هي وحدة مساحة. طلب مني كم مجموع مساحات الدول الثلاث جميعها، بده مجموع مساحات الدول الثلاث جميعها. تعالوا نحط أول إشي مساحة الأردن اللي هو الرقم الأول 89,213، سوريا 185,180، إذا الأحاد ترتبها تحت الأحاد، صفر، عشراتها 8، المئات 1، أحد الألوف 5، عشرات الألوف 8، مئات الألوف 1. رتب الرقم اللي وراء اللي هو العراق، مساحة العراق 437,072، الأحاد 2، عشرات 7، المئات 0، أحد الألوف 7، عشرات الألوف 3، مئات الألوف 4. طب هون هي بس ما في مئات ألوف، شايفين لما نرتب بلشت بالأحد، هون ما في مئات ألوف، بتقدر تعتبرها صفر عشان ما أتغلب بالجمع. نجمع هدول الأعداد، تعالوا نجمع 3 الأحد مع الأحد مع الأحد، 3 زائد 0
ثلاثة، ثلاثة زائد اثنين خمسة، واحد زائد ثمانية تسعة، تسعة زائد سبعة يساوي 16، ستة وباليد واحد. واحد زائد اثنين ثلاثة، ثلاثة زائد واحد أربعة، زائد صفر أربعة. تسعة، تسعة زائد خمسة 14، 14 زائد سبعة يساوي 14 زائد سبعة يساوي 21، باليد اثنين. اثنين زائد ثمانية عشرة، عشرة زائد ثمانية 18، 18 زائد ثلاثة 21. اثنين زائد صفر، اثنين زائد واحد ثلاثة، زائد أربعة سبعة. إذا مجموع مساحات الدول الثلاث جميعها، مجموع مساحات الدول الثلاث جميعها يساوي كم؟ 711465، 711465 ايش؟ كيلو متر مربع. بقدر احط الكيلو متر مربع هون. ننتقل يا رابع لسؤال رقم 7، صفحة 30 بكتابنا العادي. أضع الأرقام المناسبة في الفراغ لتصبح عملية الجمع صحيحة. لاحظ هنا حطت لي ملاحظة، عندما أملأ الفراغات أتذكر أن الأعداد التي أعيد تجميعها ما بنساها، في أعداد قد تعاد تجميعها، يعني كان صار عندي جمع بالحمل، فبدنا ننتبه يا رابع. طيب نبلش بمنزلة الأحد، 5 زائد 7، 5 زائد 7 12، 2 وباليد 1 ما بنسى، 2 وباليد 1. طيب 1 زائد 4 5، 5 كيف تعطيني 1؟ معناته ايش؟ بدي اضيف للخمسة عدد بيعطيني 11 باليد 1، فاذا 5 بدي اضيف له كم عشان يعطيني 11؟ 6. 1 زائد 4 5، 5 زائد 6 11، 1 وباليد 1. 1 و 8 9، 9 و 9 18، 8 وباليد 1. 2 و 2 و 1 يساوي 3، 3 و 2 5. ننتقل للي بعدها، 7 و 7 14، 4 وباليد 1. 1 زائد 3 4، 4 زائد كم بيعطيني 5؟ زائد 1. إذا 1 زائد 1 2، 2 زائد 3 5. هيك أنا بكون حليت سؤال رقم 7 يا رابع. ننتقل لسؤال رقم 9، طلب مني اكتشف الخطأ. أوجدت لين وشهد مجموع العددين، العدد الأول 685,322 زائد الرقم الثاني 193,005، فكانت إجابتهما كما يأتي. تعالوا نشوف جمع لين. لين لما جمعت العددين مع بعض طلعوا الناتج اللي هو 878,327. خلينا نشوف حل لين صح ولا لا. 5 زائد 2 7 ممتاز، 0 زائد 2 2 ممتاز، 0 زائد 3 3 صح، 3 زائد 5 8 صحيح، 9 زائد 8 17 7 وباليد 1. 1 زائد 1 2 زائد 6 8، فإذا حل لين صحيح. تعالوا نشوف حل شهد. 5 زائد 2 7، 0 زائد 2 2، 0 زائد 3 3، 3 زائد 5 8، 9 زائد 8 17 باليد 1. لاحظوا هون ايش؟ ما كتبت شهد انه باليد واحد، فطلع معها الناتج بالاخير كم؟ 7، زادت الواحد زائد 6 طلع معها 7، فاذا مين الخطأ؟ شهد. اذا من منهما اجابتها صحيحة؟ اجابة لين الصحيحة. ليش؟ ليش إجابة لين الصحيحة يا رابع؟ لأنه طلعوا شهد ما إيش؟ ما جمع ما
ما أعاد تجميع الرقب، أما لين أعاد تجميعه. نفتح مع بعض يا رابع كتاب التمارين صفحة 12 على درسنا السادس جمع الأعداد. طلب مني في السؤال أقدر ناتج ما يأتي وأجده. هلأ أنا مطلوب منك إنك توجد، خلاص الدرس الماضي عرفنا كيف نقدر، اليوم بس بدي أجمع على طول. تعالوا على أول فرع اللي هو نقرأ العدد الأول 674,000، خلينا نفصلهم، و245. الرقم الثاني 236,000 و239. لما بدي أجمع بجمع أحد مع أحد، عشرات مع عشرات، مئات مع مئات، أحد ألوف مع أحد ألوف، عشرات ألوف مع عشرات ألوف، مئات ألوف مع مئات الألوف. نجمع 5 + 9 = 14، 4 وباليد 1، 1 + 4 = 5، 5 + 3 = 8، ما عندي إشي باليد، خلاص 8. 2 + 2 = 4، 4 + 6 = 0 وباليد 1، 1 + 7 = 8، 8 + 3 = 11، 1 وباليد 1، 1 + 6 = 7، 7 + 2 = 9. إذن الناتج نقرأه، خلينا نجزئه يا سادس يا رابع عفوا، نجزئ الرقم 910,484. ننتقل للفرع الثاني، نجمع الأعداد. عندي العدد الأول 346,579، العدد الثاني 475,428. نجمع أحد مع أحد، 9 + 8 = 17، 7 وباليد 1، 1 + 7 = 8، 8 + 2 = 10، 0 وباليد 1، 1 + 5 = 6، 6 + 4 = 10، 0 وباليد 1، 1 + 6 = 7، 7 + 5 = 12، 2 وباليد 1، 1 + 4 = 5، 5 + 7 برضو 12، 2 وباليد 1، 1 + 3 = 4، 4 + 4 = 8. إذن الناتج، تعالوا نقرأ الناتج، 822,007. تعالوا نحل الفرع الثالث رقم 3، نجمع الأحاد مع الأحاد، عشرات مع عشرات. تعالوا نعد المنازل أول إشي، عشان إذا كانت في منزلة ناقصة حط على الشمال صفر، على اليمين ما بحط صفار. 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، ممتاز متساويين بجمعهم عادي. نجمع أحد مع أحد، 7 + 3 = 10، 0 وباليد 1 عند منزلة العشرة، 1 + 5 = 6، 6 + 2 = 8، 4 + 4 = 8، 1 + 3 = 4، 1 + 1 = 2، و3 + 2 = 5. فإذا الناتج طلع، خلينا نقرأه، نقسم الأعداد 524,808. 4 عندي العدد الأول وعندي العدد الثاني، بدي أجمعهم، بدي أتأكد من عدد المنازل. هنا 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. نجمع أحد مع أحد، 1 + 1 = 2، 2 + 0 = 2، 3 + 2 = 5، 0 + 0 = 0، 1 + 9 = 10، 0 وباليد 1، 1 + 5 = 6 + 1 = 7. إذن الناتج طلع، لو إجينا جزأنا للرقم 700,522. ننتقل للسؤال الخامس، أشجار في إحدى الغابات 86,521 شجرة بلوط،
و11533 شجرة سرو. كم مجموع أشجار البلوط والسرو في الغابة؟ يعني بدي أجمع العددين. العدد الأول 86521 زائد 11533. تعالوا نجمع، نجمع أحد مع أحد. 1 زائد 3 4، 2 زائد 3 5، 5 زائد 5 10، 0 باليد 1، 1 زائد 6 7، 7 زائد 1 8، 8 زائد 1 9. إذا قديش عدد أو مجموع أشجار البلوط والسرو في الغابة؟ 98054 إيش؟ شجرة، لأنه شو طلب مني؟ عدد الأشجار. فإذا خليني أكتب المجموع هون، عدد الأشجار في الغابة تساوي 98054 شجرة. هيك بكون خلصنا من الدرس يا رابع.